بسم الاب والابن الروح القدس واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في انجيل لوقا الاصحاح 17، شفاء العشره برص. يقول لنا انجيل لوقا بأن هناك كانوا في عشرة برص، بينما يسوع كان ذاهب إلى أورشليم وسط السامرة، وهو داخل للقرية استقبله عشرة برص، وقفوا من بعيد ورفعوا صوتهم ونادوا على يسوع وقالوا له: يا معلم ارحمنا. نظر ليهم يسوع لهم: اذهبوا واروا أنفسكم للكهنة. وهم ذاهبين شفوا من مرض البرص، لكن واحد منهم بس من العشرة اللي رجع يشكر ومجد الرب. السؤال الذي طرحه يسوع في هذا الصباح المبارك: أين التسعة الباقيين؟ كانوا عشرة، واحد من عشرة رجع، فأين التسعة الباقيين؟ مبدئياً رقم عشرة يعني من أرقام الكمال، وبنعرف أن الشريعة كانت عشر وصايا، عشر قوانين. فالنسبة هنا واحد على عشرة اللي رجع يشكر الرب، تسعة لم يبالوا، ما همهمش يشكروا، فرحوا بالشفاء. لم تكن المرة الأولى في إنجيل لوقا اللي بيشفي فيها مرضى البرص، ولكن يقول لنا بأنه في الإصحاح الخامس شفى أبرص قبل كده وقال له: ما تقولش، ما تعلنش إنك شفيت. ولكن مع ذلك هنا العشرة الجداد غير الأولاني، فهذا كان أول واحد أبرص وبعدين في عشرة. مبدئيا مرض البرص هو مرض اسمه بالعربي بنقول عليه الجزام. مرض الجزام ده عشان يكون عندنا خلفية دي كانت معجزة كبيرة ومهمة، نتطرق إلى مفهوم مرض الجزام بعض الشيء. مرض الجزام يأتي في العظام وفي اللحم أيضا، يجعل الإنسان لا يشعر بأي عصب في داخله، يفقد الإحساس، جسمه مش هيحس، مش هيشعر. شوية شوية بيبدأ من العظام حتى يخرج إلى الخارج إلى اللحم. بعد شوية الجسم يتغير اللون وتتآكل أجزاء وأعضاء من جسمه، الصابع نوعا ما تقع وتتقطع، الأنف، العينين، الشعر، الحواجب كلها بتاع. وكلما ازداد المرض كان الألم قوي ومعذب لصاحبه كثيرا جدا. لا نستطيع أن نوصف هذا المرض، لأنه من يستطيع أن يوصفه من مر به؟ وما زال هذا المرض من أخطر الأمراض، وخاصة بيقال إنه ما زال حوالي 1.5 مليون مريض جزام في العالم، أغلبهم من دول العالم الثالث أو النامية. ينتهي المطاف بمرض الجزام ومرضى الجزام أنه يوصل للحنجرة ويبتدي الصوت يضيع ويفقد الحنجرة والصوت،
وهي تتآكل الأحبال الصوتية وكل الأعضاء الداخلية. في بعض الأدوية لي وبحاول أعالجه، ولكن هذا المرض من بكتيريا شديدة التأثير وقوية. في عصرنا الحالي بيبعدوا ويفصلوا ويعزلوا أصحاب مرضى الجذام عن الآخرين لأنه بيعتبروه مرض معدي. أيضا كان في العهد القديم هذا المرض له أكثر من إصحاح ومن أكثر من كتاب في الكتاب من الأسفار الكتاب المقدس. عندنا في سفر اللاويين وسفر العدد بيتكلم عنه باستفاضة كبيرة، وفي سفر اللاويين إصحاح 13 و14 بيتكلم عن مرضى البرص اللي هو بيسميه الجذام. كان كل من يصاب بهذا المرض وشعره يقع وجسم اللون بتاعه يتغير كان يعزل بره المحلة. كلمة المحلة في الكتاب يعني بره البلدة، بيطلعوه بره خالص. كانت الشريعة في الوقت ده ان يعزلوه بره عشان ما يديش عدوى، وبيعتبروه نجس، يعني كان مرض خطر ومعدي. وطبعا نعرف في العهد القديم ما كانش الطب متطور زي عصرنا الحالي، كانوا يعزلوا ويطردوا برا. عليكم أن تتخيلوا ما مفهوم أن يطرد شخص ويكون خارج البلد، يعني إيه؟ بعيد عن أسرته، فقد زوجته، أولاده، إخواته، أهله إلى الأبد، مش هيقدر يعيش معهم تاني زي ما كان. حكم عليه بالإعدام وهو مازال على قيد الحياة وهو عايش. الحاجة الثانية، يعني الناس اللي هتودي لهم أكل هيخافوا، كانوا يضعوا لهم الأكل من بعيد ويمشوا، ويجي مريض الجذام ياخد الأكل ويرجع. طبعا ما كانش فيه مضادات حيوية وما كانش فيه كريمات ومراهم وأدوية، وكان يعذب هذا الشخص ويغطي جسمه بالقماش عشان القروح بتاعته ما تظهرش وما يعديش أحد. حاجة تانية، هؤلاء ما كانش عندهم كأنه مكان يعيشوا فيه للعبادة. يعني في شريعة موسى لما عمل التبرناكل خيمة الاجتماع كان الشعب يقدر يقدم ذبائح ويروح يصلي، دول ما يقدروش يصلوا، حرموا من الأسرة، حرموا من الحياة، وحرموا كمان من العبادة والصلاة. وكأنهم بهذا الحرمان الإلهي في الوصايا والقوانين وشريعة موسى أن يعزلوا، كأن الله لعنهم إنجاز التعبير وغير راضي عليهم. فظل هذا المرض في عقلية وذهنية المجتمع الكتابي في العهد القديم والشعب العبري إنه مرض ملعون، والشخص ملعون مرذول، الله لعنه. عشان كده النهاردة لما يجي 10 يقول لنا النص من بعيد وقفوا وصرخوا وعلوا صوتهم ونادوا على يسوع، إن ما كانوش يقدروا يتقدموا اتجاه الناس اللي موجودة ولا يسوع نفسه. بيقول لنا في سفر اللاويين: وقال الرب لموسى: هذه تكون شريعة الأبرص يوم طهره، يؤتى به إلى الكاهن ويخرج الكاهن إلى خارج المحلة. كان مين اللي يقدر يقول هذا الشخص شفي أو لا؟ الكاهن.
وهو الوحيد اللي كان مسموح له أن يعينه، أن يشوفه، يفحصه، ويقول هذا الشخص عنده مرض البرس أو الجزام أو لا. لو حكم عليه بيعزله، ولما يشفى برضو الكاهن بس الوحيد اللي يقدر يشوفه ويعاين بنفسه ويفحصه، ويقعد 8 أيام يتابع التفاصيل ويظهر نفسه للكاهن ويشوف هل حياخد كأنه شهادة إنه رجع شخص طبيعي أم لا. على فكرة مرض البرص في العهد القديم وسفر اللاويين بيأتي للأشخاص وأيضا الملابس التي يرتدونها، حتى اللبس بتاعهم بيصبح إنه يوال عليه في مرض البرص، وحتى المبنى الحوائط والطوب كانت بتاخد نصيب مرض البرص. وكان حتى على الكاهن علي أن يفحص بيوتهم اللي كانت بالطوب اللبنة أو الحاجات الحجارة القديمة، ويشوف لو في طوبة فيها مرض البرص عليه أن ينزعها، يشيلها من المبنى، يعني كالأشخاص الملابس المباني. ولو المرض البرص جه في البيت أكتر يحرقوا البيت كله ومحدش يدخله لألا ينجس ويصبح عليه اللعنة. فكان هذا المرض سيء السمعة وكان معذب لصاحبه إلى أن يموت. أوصي بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة كل أبرص، ينفوا، شوف لفظ ينفي ده بيقال على السياسيين أو المساجين في نف، بيروحوا في حتة مقطوعة ما لهمش يبقى علاقات تاني مع حد. طبعا فأنا ذاك لم تكن هناك وسائل الاتصال ولا التواصل الاجتماعي ولا يشوفوا حد تاني إلى الأبد. في أيضا سفر اللاويين إصحاح 13 يقول لنا إيه؟ بيري أو يظهر نفسه للكاهن ويقول لنا في آية 44 فهو إنسان أبرص إنه نجس، وصفه أبرص نجس، فيحكم الكاهن بنجاسته إن ضربته في رأسه اللي هو إيه؟ البرص. والأبرص الذي فيه الضربة تكون ثيابه مشقوقة ورأسه يكون مكشوفا ويغطي شاربيه، وينادى نجس نجس. يعني مش بس إنه يكون مريض، ده يعلن للمجتمع كله وكان يقول عليه نجس نجس، أدانه بشكل النجاسة يعني ملعون، وابعدوا عنه يعني بيت لي السمعة إنه نجس، ولا أسرته ولا أي شخص في الدنيا يقدر يتعامل معه. كل الأيام التي تكون الضربة فيه يكون نجس، إنه نجس، يقيم وحده خارج المحلة يكون مقامه أو سكنه. موضوع النهاردة صعب، كان اجتماعيا وروحيا ونفسيا للأسرة والشخص المريض أيضا. لذلك نص النهاردة مش معجزة عادية، هي معجزة يتجسد فيها الحنان الإلهي ورحمة الله، لأن في الوقت ده ما كانش في طب ينفع ولا كاهن يقدر يشفي إلا الله، لو كان هو يريد ويرغب الله يشفي هذا المريض. فالنهاردة يسوع يقول لنا في إنجيل لوقا شفى قبل كده واحد أبرص وقال له ما تعلنش ما تقولش، والمرة دي بيشفي 10. سمعوا أنه بيعمل معجزات، العشرة جريوا. تخيلوا العشرة دول عندهم أمل من السمع أنهم ممكن يشفوا، يذهبوا إلى يسوع اللي بيعمل معجزات كتيرة، وسمعوا قبل كده أنه شفى واحد أبرص. لكن هل عندهم الثقة أم لا؟ لا نعلم، لكن محاولة حلوة أن يروحوا يشوفوا يسوع اللي بيعمل معجزات كتيرة.
كان التجسد للرحمة والحب والحنان الإلهي. يقول لنا: وهو داخل القرية استقبله 10 رجال برص فوقفوا من بعيد. عشان كده لما نفهم الخلفية بتاعت الأبرص نفهم كل كلمة في نص النهاردة. 10 وقفوا من بعيد وصرخوا: يا يسوع يا معلم ارحمنا. صرخة ناس محكوم عليها بالإعدام عايزين رحمة. يا ريت إعدام بسبب مشكلة ما، ولكن بسبب مرض قد يكون لا ذنب لهم فيه، فبيطلبوا من يسوع الرحمة. كلمة رحمة هنا كان ليها معنى مدلول قوي. ناس معذبة حتموت. شوفوا لما يكون عندنا في قضية لشخص ما بنرفع أعلى المحامين ونبذل ونصرف كل ما نملكه، لكن دول ما عندهمش غير إمكانية واحدة، إن بس الله اللي ممكن يشفيهم أو قادر يغير من حالهم. عشان كده وقفوا من بعيد وصرخوا قائلين: يا يسوع ارحمنا. دي صلاة كل إنسان داخل في تجربة أكبر منه. ما عندناش غير كلمة ارحمنا يا يسوع. نظر لهم يسوع وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة فيما هم منطلقون طهروا. أول حاجة نلاحظها في النص ده، يسوع بيقول لهم ارجعوا روحوا، لكن ما لهمش شفيتوا على طول، وروا نفسكم للكهنة. في نقطتين هنا لماذا يسوع يقول لهم اظهروا نفسكم للكهنة. أول حاجة لأنه يحترم قوانين الشريعة التي أنزلت على موسى، لأنه هو رب الشريعة، لم ينقض الشريعة بل كملها. لما شفنا في النص من شوية كان إيه يقول لنا؟ يرجع للكهنة وهو الوحيد اللي يحكم عليه إذا كان نجس أو طهر أو شفية. فهنا يقول لهم ارجعوا للكهنة. تاني حاجة ممكن يكون اختبار من يسوع لإيمانهم، تيست للإيمان بتاعهم. هل عندهم إيمان حيصدقوا إن يسوع من غير ما يلمسهم ولا يطهروا على طول إنهم حيشفوا؟ هل سيطيعوا كلمة الرب أم لا؟ يبقى النقطة الأولى يسوع يكمل الشريعة والناموس. النقطة الثانية اختبار لهؤلاء 10، هل حيأخذوا بطاعة ويذهبوا للكهنة أم لا؟ ده كان نص مهم لإثبات الإيمان والطاعة في الإيمان. يسوع يكمل الناموس ويسوع يشفيهم، وهم راجعين شفيوا، كانت المعجزة حصلت لأنهم آمنوا بيسوع أنه يقدر. قالوا له ارحمنا، وكانوا واثقين أن الله هو اللي حيقدر يرحم. نقطة هنا أثبتوا بأنهم مؤمنين بيسوع أنه هو رب الحياة، عشان كده راحوا له ورجعوا على طول. حاجة هنا بين الكواليس، كان المفروض بنقول في الشريعة من مرض بهذا المرض أو يشفى، مين اللي بيديله شهادة إنه مريض أو شفي؟ الكاهن. هنا أكيد كان الكاهن قال عليهم دول ناجسين ناجسين قبل كده، لكن عشان يرجعوا للكهنة معناه يسوع بيقول للكاهنة، كان داخل على أورشليم على وقت الصلب على الموت، على أن الكاهن يؤمن بأن يسوع هو الحاضر هو الإله، لأنه قدر يشفي هؤلاء. وهنا كان تحدي للكهنة بشكل جديد، هيروحوا له شفيوا 10، هل حيديهم ويعطيهم شهادة شفاء أم لا؟ إذا أعطاهم الكاهن شهادة شفاء معناه آمن بأن يسوع هو ابن الله وهو الله، وبالتالي كانت قدرته شافية. أم أنه يعترض الكاهن ولم يعطيهم الشهادة
وينكر ألوهية المسيح. كانت في صعوبة في النص ده، هل الكاهن حيوافق يديهم شهادة ولا لا؟ لو أنكر حيكون كذاب وبينكر حقيقة الكل شافها. ونأكد معنى بيقول أنا ككاهن في الهيكل بؤمن بأن من شاف هؤلاء هو الله. نص صعب، بسيط في قصته، حدوتة بسيطة ولكن مليان معاني. يطرح علينا سؤال النهاردة يسوع: اذهبوا أروا أنفسكم للكاهن. ما لهمش يدوروا على طبيب. هل ما زلنا نحن شعب العهد الجديد نؤمن بسر مسحة المرضى؟ كأننا لو صليت وأنا مريض يسوع ممكن يديني الإجابة، بقول له ارحمني يا رب من مرضي، هيقول لك ارجع أري نفسك للكاهن. هل أنا مؤمن في هذا العصر أن الكاهن الموكل من الله وليس بقوتي وليس بذاتي قادر أن يشفيني بسر الزيت ومسحة المرضى أم لا؟ يسوع كان يقدر لهم شفيته مباشرة، هو عمل معجزات قبل كده وشفى على طول، ولكن في المعجزة دي كان بيقول لهم ارجعوا للكاهن، والأبرص الأولاني قال له ارجع كمان. هنا عايز يقول له ايه؟ الكاهن الذي موكل من الله له دور، الكنيسة لها دور. الله لم ينقض عمل الشريعة، لم ينقض الكهنة اللي كانوا بينكروه صبح ظهر الليل، وما زال يأكد على أن دور الكنيسة فعال. عشان كده وضع في الأسرار بتاعتنا، وضع في الأسرار بتاعتنا السبعة سر مسحة المرضى. هل ما زلنا بنؤمن بسر مسحة المرضى وأهميتها ولا كده تحصيل حاصل؟ ممكن تاخد نعمة الزيت بإيمان تشفى. لا أنكر عمل الطبيب، لأنه ده حتى الطبيب والعلاج مش من ذاته ولا من الطبيب ذاته، من الله. الله له طرق عديدة مختلفة للشفاء، ولكن ثق أو أنت مؤمن بالمسحة الزيت، النقطة الشفافة البسيطة اللي بتاخدها دي شكلها مش غالي وعادية وبقدر أخدها من الكنيسة وبسيطة، لكن لو مؤمن بها الله حيعطيك نعمة الشفاء من خلالها. أروا نفسكم للكاهن. وأثناء ما هم راجعين بطاعة الإيمان شفيوا. النهاردة يسوع يعلمنا الأسرار مهمة، ولكن النص ده بيقول لنا وهم منطلقون طهروا. هل لسه عندنا إيمان زي العشرة؟ نؤمن بأن يسوع قادر يعمل ويفعل فينا كل شيء حتى ولو من بعيد، حاسين هو في السماء وإحنا تحت، إنجاز التعبير فيما في صلاح الأماكن. مفاجأة النص هنا فيها مفاجأة صعبة، ده تحول آخر. الجزء الأولاني حلو جدا، طلبوا رحمة الله، الله شفاهم، ولكن النص ينقلب إلى دراما. إيه هي الدراما دي؟ يسوع بيشوف واحد من العشرة رجع وبيطلب إنه يمجد الرب. يسوع هنا لما بيرجع واحد، كان قبل ما يرجع عايز يقول معقول الناس دي اللي أنا عطت لها الخير والنعمة دي ما عرفتش تفرح؟ دي مشكلة البشر، يطلب يطلب يطلب، نطلب جميعا من الرب، ولما الرب يعطينا لا نعير انتباه لنشكر الرب. سقوط الإنسان دائما في موضوع عدم الشكر. اصحى كل يوم الصبح ما بشكرش ربنا على الصحة، إن قادر أقوم ألبس اللبس بتاعي، أفطر، أتحرك، حتى أدخل الحمام. دي معجزة يومية. في ناس عندها مشاكل ما تعرفش تتبول وغيره، في ناس عندها كل أعضائها ماشية بأجهزة، وإحنا ما عارفينش نشكر ربنا على النعم الموجودة يومية. ده بيحزن قلب الله إنه الإنسان ما بيعرفش يشكر ربه على النعم البيت بديهية كل يوم بعيشها وباخدها طبيعية. المفاجأة كانت غير سارة،
يسوع بيقول لنا واحد بس شكر وتسعة ما كانوش شاكرين، ناكرين الجميل عادي. رقم واحد من عشرة رقم محبط، حتى مش خمسة وخمسة، حتى تسعة يبقوا شاكرين وواحد ما شكرش، دي نتيجة مخجلة. واحد على عشرة بس اللي يشكر الله، يعني معنى المجتمع واحد على عشرة بس اللي لسه مؤمن وشاكر لله. دون نموذج بالمجتمع ده، الله بيعطي للعشرة النعم، بيعطينا جميعا نفس النعم يوميا، ونسبة واحد على عشرة بس اللي بتعرف تشكر الله يوميا وترجع وتمجد الله. السؤال هنا، هل نحن من الشاكرين أم من المتبلدين ومتجاهلين نعم الله وننسب هذه النعم لنفسنا؟ واحد منهم رجع مجد الله، والأكثر كان غريب في سقطة هذا النص، يقول لنا إيه؟ رجع يمجد الله بصوت عظيم وبعدين يقول لنا وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجد لله غير هذا الغريب؟ الله جه لشعبه اللي خصته للي اختارهم ونسيوه. الله عطى للمسيحية نعم كثيرة احنا المسيحيين وبننساه. مرات بيكون كلمات الشكر جاية لله من غير المؤمنين، من غير المسيحيين، من غير خاصته. ممكن يكون التمجيد والنعم جاء من ناس خارج عن الإيمان الكنيسة أكثر من اللي جوه في الكنيسة. ده مشروع إحباط. اللي خارج الكنيسة يشكروا الله أكثر من اللي جوه الكنيسة. الجميع كانوا عايزين شفاء جسدي العشرة، لكن واحد كان مدرك انه عايز شفاء جسدي وروحي. العشرة كانوا رايحين يصرخوا ارحمنا، كانوا عايزين شفاء جسدي. احنا ملعونين في المجتمع، مرزولين، محكوم علينا بالموت، وبنتألم في عظامنا ولحمنا، ومش حاسين بأي شعور في جسمنا. كانوا عايزين ايه؟ شفاء جسدي. ولكن واحد من العشرة اللي كان عايز جسدي وروحي، وروحي بمعنى ايه؟ لما رجع اثبت انا مبسوط اني خدت شفاء جسدي، لكن لسه عندي مشكلة تانية يا يسوع، انا عايز شفاء روحي تخلصني، انا لسه خاطئ. الجميع ياتي الكنيسة للحياة البشرية الجسدية، وقليلين من يأتوا للكنيسة يطلبون الشفاء الروحي والتوبة والمصالحة مع الله. ده اللي دايما في أغلب عظات ركز عليه، مشروع عارفين ايه هو؟ المصالحة، الاعتراف. كنائسنا تزينت بكراسي الاعتراف، وما زال الكرسي يكلم نفسه، بيعطي حل لنفسه ويبارك نفسه للهوى، لأن الناس رايحة جاية جنبه باي، لكن ما حدش على سر المصالحة. كلنا واقفين في صف المناولة، لكن هل كلنا مستحقين؟ كلنا بنلتزم بوقت المناولة، لكن كلنا طلبنا شفاء روحي قبل الجسدي؟ هو ده اللي بيسأله يسوع النهاردة. الجميع أرادوا الشفاء الجسدي، عايزين معجزات، ولكن واحد فقط من العشرة، واحد على عشرة اللي ما زال مؤمن بأن يسوع يخلصه من الخطية، ويسوع هو مخلصه وهو إله فقط. أين التسعة؟ السؤال يطرح علينا النهاردة ويرن تاني في أذاننا، هل أنا من التسعة؟ حيقول لي فين؟ فينك؟ فيني؟ ولا من الواحد اللي بيشكر؟ إذا بتشكر برهن وارجع مجد الله وقول له شفيني روحيا. نقطة أخيرة، عندنا نموذج في الكنيسة، قديس عظيم جدا اسمه، بيسموه بالإيطالي بادري ديميانو دي فوستر،
أنا عرضت الفيلم بتاعه ده قبل كده، اللي عايز يبحث عنه، بس النسخة القديمة أحلى من الجديدة. للأسف القديمة مش موجودة غالبا على الويب سايتات أو الميديا. عملوا فيلم جديد، عملوا كوميرشال شوية، ضيعوا فكرة روحية فيه. القديم الأبيض والأسود اللي فيه صور من اللي قدام حضراتكم، اسمها جزيرة مولوكاي، جزيرة تبع جزر أمريكا. كان في راهب بلجيكي لاب ديميان في العصر ده، كان برضو مرضى الجزام مهمين أوي، يرموهم برا ينفوهم، فكل اللي كان عندهم مرضى جزام في الوقت ده ينفوهم في جزيرة جوه البحر، يبعتوهم لغاية ما يموتوا وسط الجزيرة وينفوهم، وبلطجة من المرضى على بعض الأقوى اللي لسه عنده الصحة يسيطر على الجزيرة ويشغل التاني عبيد، لأن غابة ملهاش قوانين ولا حكام. وجي مرة راهب بلجيكي طلب من الرهبنة تاعته، إنه قال أنا حروح أخدم مرضى الجزامة. قالوا أنت مجنون، ده كل اللي هناك محكوم عليهم بالإعدام، رمناهم في البحر في الجزيرة لغاية ما يموتوا، إحنا دورنا بس نوصلهم ونرميهم هناك الحكومة. قال لهم لا، قال للرهبان أنا عايز أخدم الناس دي، هتبقى مقطوع، ما حدش هيروح لك ولا تيجي. قال أنا عايز أروح، هتاخد المرض، عايز أروح. وفعلا راح لاب ديميان دو فوستر ده، ودوه في جزيرة مولوكاي وعاش فيها، وبدأت الناس تسمع أنه في راهب هناك في الجزيرة، جزيرة الإعدام، جزيرة الجزام، عايش هناك. ورجع أكثر من مرة يطلب من الحكومة هاتوا مساعدات للناس دي، أدوية وأكل وشرب، حرام عليكم أنتوا عايشين بدون إيمان. بدأوا يساعدوا بس من بعيد، يودوا له المركب ويسيبوها ويتاخدوا منها المساعدات أو المؤن، إلى أن وصل للآخر. هو كان بياخد أدوية وعالج مرضى الجزام، هو أصيب بهذا المرض وبدأ جسمه لم يشعر، ورجليه يحطوا فيه زي حاجات لقياس التست للنيرف بتاعه زي مسامير وإبر ليوم مش بيشعر. في وقتها ما كانش فيه مرايات ولا صور، في فنان كبير حب يرسم المشاهير، فراح في الجزيرة ده يرسم صورة الأب ديميان، ما كانش فيه كاميرات، هو بيرسمه كل وش الأب ديميان بيعلي عليه مرض الجزام، ما كانش يعرف إنه هو أصيب لهذا الشكل. فلما رسمه والأب ديميان بيشوف صورته، هل أنا بيد ده؟ وشي كله اتلخبط، بيقول له آه الفنان، أصيب هذا الكاهن بمرض الجزام في كل جسمه. وهنا في الصور دي الصور الحقيقية اللي فوق دي اللي اترسمت، وهنا على سرير الفراش لما بدأ العالم يصحى وينتبه لمرضى الجزام، علينا أن نتكفل بهم. ينتهي قصة الفيلم بلذيذة عن قصة الراهب البلجيكي أثناء موته، والناس كل اللي في الجزيرة بتصلي، والحكومة بدأت تهتم به وبعتوا له ناس يشوفوا المعجزة الحقيقية، وهو على سرير فراش كل جسمه بالجزام، الجزام بيلخبط الشكل بيورم. بعد ما يموت بنفس اللحظة وكل الناس بتصلي لي، يشفى تماما من مرض الجزام، ويرجع هذا الراهب سليم معافى في لحظة موته. الله أكرمه، لأنه زي ما أكرم مرضى الجزام الله عوضه، وكانت دي معجزة للعالم كله، من ضحى في سبيل الآخرين الله يكرمه على مذابحه. عشان كده ابحثوا عن مولوكاي أو الأب ديميان هتلاقوا القصة بتاعته. فالنهاردة الله ما زال يبحث عننا كمرضى جسديين ومرضى روحيين، لكن هل من يستجيب ويذهب ليسوع ويطلب يقول له ارحمني؟ ولإلهنا المجد الدائم الأبد أمين.